السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. تغيرات جذرية في المناصب الأمنية تبدأ من الأمن الوطني وتطالو المخابرات. الفساد في الأنبار، أسماء تجر أسماء وحديث عن أرقام وحقائق مزمنة. حياكم الله مشاهدي الأحبة، عملا بالبرنامج الحكومي وأولوياته المتعلقة بالإصلاح في المؤسسات الأمنية، أجرى القائد العام للقوات المسلحة أوامر بتغييرات في مناصب أمنية حساسة. هذه التغييرات تهدف إلى ضخ الدماء الجديدة في جسد هذه المؤسسات ومنع الرتابة في الأداء وإعطاء فرصة لقيادات أخرى في إثبات كفاءتها في تسنم المناصب الرفيعة في السلك الأمني. فإجراء التغيير تم وفق رؤية مهنية محسوبة بالدراسات المستفيضة، وحتماً سيبعث بمؤشر الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد. أما في ملفنا الثاني من حصادنا لهذه الليلة، فإن قصة الفساد في الأنبار اللي كتبت بأقلام الحزب الحاكم هناك، يبدو أن الإجراءات الفعلية في محاصرة تمدد أوراقها وطغيان جرائمها قد كتب لها النجاح. فحجم الفساد المهول في هذه المحافظة استطاعت النزاهة الاتحادية أن تقلم أظفاره وخاب ظن من حاول تقزيم أمره. فالأنبار أطلقت كل الكلام المكتظ في فمها مرة واحدة وصاغت مرحلة جديدة كسرت قيود السياسة والأغلال. هذين ملفين مشاهدي الأحبة راح نفتحهم ونناقشهم مع ضيوفنا الكرام في هذه الحلقة، وتتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله يا الأحباب، هذا الملف ورحب بضيوفي الأكارم الأستاذ أوراس الحمد الباحث بالشأن السياسي، حياك الله أستاذ أوراس، وكذلك أرحب بالأستاذ حيدر العرب الموسوي رئيس مركز القمة للدراسات، وينضم معنا عبر سكايب الأستاذ عدنان الكناني الخبير الأمني، حياكم الله ضيوفا كرام. أبدأ مع حضرتك أستاذ أوراس، الحد البارحة في حلقة حصاد الأيام كان الحديث عن موضوع الأنبار وما جرى فيها. هذا الموضوع راح نفتحه بالملف الثاني، لكن ما طرح ضيوف الكرام بأنه ليش يتم التركيز على التغييرات في محافظة الأنبار وما يتم التركيز على التغييرات في باقي المحافظات. اليوم نتحدث عن تغيير القيادات الأمنية والحساسة وضخ دماء جديدة في جسد المؤسسة الأمنية خصوصا في بغداد، كيف تنظر إلى الأمر أستاذ أوراس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيوف الأعزاء وقناتكم الكريمة. يعني حقيقة أنه كل ضغط يكون يحتاج إلى إعادة، يعني مرات نقول إعادة تفعيل النظام أو إعادة ترسيته بالمؤسسة الأمنية. أكو تراكمات وأكو إخفاقات وأكو يعني لا مهنية بالفترة السابقة. ممكن اليوم السيد السوداني دولة رئيس الوزراء يقول لك أنه أنا عملت بمنظور آخر وما استهدفت القيادات الأمنية اللي تم استئصالها أو استبعادها عن مناصبهم، لكن احنا من نشوفها نقول أكو تراكمات وأكو مشاكل أمنية. بالسابق ما كانت أكو مؤهلات حقيقية للكثير من القادة الأمنيين داخل هاي المناصب انه يقدروا يعالجون. ممكن في الامن الوطني كانت اكو يعني شفافيه في العمل صح، لكن كانت مختصه في المخدرات، في جانب المخدرات، لكن اكو جوانب اخرى، اكو محافظات بها خروقات، اكو مشاكل امنيه، اكو عصابات منفلته داخل الشوارع، هاي الى الان ما قدرت تكشفها القيادات الامنيه ولا الاجهزه ومجساتها اللي موجوده داخل الشارع.
أو الميدان أو اللي هي على تماس مباشر مع المواطن. فبالتالي اليوم قرار دولة رئيس الوزراء هو قرار صح 100% وإحنا وياه، لأن ما يرهم أنه القائد يستلم منصب في فلان مؤسسة يبقى عمره بالمنصب 8 أو 10 سنوات، لابد أنه يكون مداور. وهاي التدوير في المناصب هي نقاهة للمنصب نفسه أو للمؤسسة نفسها. طيب. بالتالي هو البحث عن المهنية هو شيء أنه إحنا المواطن والشارع العراقي يحتاجه، لأن أكو تركة سيئة وأكو فساد دخل داخل المنظومة الأمنية. ما أقول البعض حتى لا نحمي نفسنا بالقانون، لا، نقول المؤسسة الأمنية بالسابق كانت منهكة بالتدخلات الحزبية ومنهكة بالقرارات السياسية المفروضة عليها. بالتالي أغلب القيادات اللي موجودة داخل المؤسسة الأمنية ما كانت عندهم الأريحية بالتصرف والقرار، بل كانوا يتبعون قرار الكتل السياسية أو يخضعون لأوامرهم. اليوم هاي الاستقلالية هي نحتاجها، وقرار دولة رئيس الوزراء قرار حيوي، ممكن أنه راح ينطي إسناد إلى المؤسسة الأمنية، ممكن أنه راح ينطي إسناد واستقلال في القرار لدى وزارتي الدفاع والداخلية ومن ضمنها المؤسسات الحساسة اللي هي جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات. لكن بنفس الوقت نحتاج إلى متابعة دقيقة على هاي الملفات، لأن هاي على هاي المؤسسات، لأن هاي المؤسسات بالتالي كانت بالسابق تساق بالبعض منها بأموال والبعض منها يعني مرتشية إن صح التعبير، وهذا ما ولدت السياسات من بعد 2005 إلى اليوم. طيب أستاذ أوراس، إنه ما كانت أكو قرار حازم من قبل القيادات اللي موجودة، بل كانوا يتبعون القرارات السياسية وقرارات الأحزاب اللي مجنديهم داخل المؤسسة. يقارن أستاذ حيدر العرب حياك الله مجددا، السيد أوراس يقارن بين القرارات السياسية والأجندات والقرارات الإدارية، وهنا هل راح يكون السيد السوداني قادر على الاستمرار بهذه الوتيرة من التغييرات في داخل منظومة الحزم الإداري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أخي وزميلي أستاذ أحمد، قناتكم، مشاهديكم، متابعيكم الكرام، ضيفيك الكريمين. أنا أعتقد للمتابع ما كان متابعا بالشأن السياسي أو متابعا بالشأن الأمني لتحركات السيد السوداني منذ تسنمه السلطة ولحتى هذه اللحظة، شاهدنا هنالك استمارة أو استبيان حق وتقييم للوزارات، للوكلاء، للمدراء العامين عندما أرسل بها إلى مجلس النواب العراقي، وتحدثنا في هذه القضية وقلنا أن السيد السوداني قد خطى الخطوة الأولى بالاتجاه الصحيح. الآن وبعد 8 أشهر من هذه من عمر هذه الحكومة، أنا أعتقد هذه القرارات لربما أتت من خلال تروي ودراسة ومعرفة وأيضا استبصار للأخطاء التي وقعت بها المنظومة الأمنية، وتحديدا نحن نتحدث الآن عن جهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني. كلا هذين الجهازين هما حقيقة من المؤسسات الأمنية التي تهتم بالشأن الاستخباراتي، وبالتالي نحن نحتاج إلى أن يكون على هرم هذه المؤسسات شخصيات كفؤة، شخصيات مهنية قد خبرناها وجربناها بكثير من الحوادث والأحداث، وبالتالي استطاعت أن تنجح بهذه القضية. أنا أعتقد هذا التغيير، وللقارئ والمتابع إذ ما ركزنا لوجدنا أن هذه التغييرات لم تأتي من خارج هذه المؤسسات كما كان يحدث سابقا، عندما يقال رئيس جهاز يأتي شخصية سياسية كانت أو حقيقة شخصية أمنية بجهاز آخر، وبالتالي هذا يعتبر خطأ حقيقة فني قاتل لهذه الإدارة وللعمل الفني في هذه الأجهزة الأمنية الخطيرة. وبالتالي قد انتبه السيد السوداني إلى هذا الخلل، وعندما أتى بشخصيات هي من نفس هذه المؤسسات حق يسند إليها هذه المهام، باعتبار هذه الشخصيات بعد الكشف عنها ومعرفة قدراتها على إدارة هذه المؤسسات وهذه المنظومات الأمنية الخطيرة أكيد تستطيع أن تتعامل مع هذه المنظومة بأريحية، باعتبار أنها جزء من هذه المؤسسة الأمنية، وبالتالي يجب أن تكون الخطط تتلائم وتتماهى وتتماشى مع آلية وكيفية إدارة هذه المؤسسة الأمنية وفق عقلية القائد الاستخباري بهذا الموضوع. إذن
أيضا هذه الخطوة الأخرى بالاتجاه الصحيح بعد الخطوة السابقة سياسيا، الآن تلحق بخطوة أمنية لربما، ونحن ننتظر حقيقة النتائج لهذه الخطوة. التغييرات حدثت خلال هذه الليالي، ننتظر حقيقة هل سوف توفق هذه حقيقة الشخصيات بإدارة هذه المؤسسات الأمنية، ننتظر ذلك لأجل التقييم ووضع أيضا النقاط على الحروف. وإذ ما كانت هذه المؤسسات تحتاج إلى تقويم وتحتاج إلى حقيقة نقد، سوف نكون موجودين للتقويم والنقد في هذا الموضوع. متابعة النتائج والتقييم والتقويم، حيل لحضرتك الأستاذ عدنان الكناني الخبير الأمني، حياك الله ضيفا كريما عبر سكايب. ونسأل عن حاجة هذه التغييرات وتوافقها مع انتقال المعركة مع الإرهاب من حروب ساحات إلى معركة معلومات ومعركة استخبارات وجماعات الجريمة المنظمة. بالتالي هذه التغييرات في أي خانة نضعها؟ من الناحية الإدارية تحدث السيد الموسوي، ولكن من الناحية الأمنية كيف تنظر إلى الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله ويا جميع مشاهديكم الكرام، حيا الله ضيوف الكرام. الحقيقة أنا أقول أن هنالك تلاعب، الحقيقة هنالك عملية تسييب وهنالك لف ودوران في حلقة مفرغة، الهدف من أتى هو أنه الذهاب والابتعاد عن الحقيقة. لأنه اليوم إحنا نتعامل مع شبكات تجسس تعمل بأرض العراق، وهنالك مؤشرات تشير على أنه قيادات على مستوى كبير جدا يتعاملون مع الأجنبي ويتخابرون مع الأجنبي بالعلن دون السر ضد مصلحة البلد، ومصلحة البلد مغيبة، وهذه القواسم المشتركة بيننا كعراقيين. هنالك من يحاول طمرها والابتعاد عنها وبالتالي الذهاب على الجزئيات لتفرقة الصف العراقي، وجهاز المخابرات الوطني العراقي الأبي الكريم كبلت أيدي منتسبين الأبطال وفرغ من محتوى الحقيقي، ولا توجد بوادر أو بصيص أمل لتفعيل مهمته الأساسية اللي هي التعامل مع شبكات التجسس والتعامل مع العابثين بأمن البلد والمتخابرين مع الأجنبي، وأيضا لا يوجد رئيسا لجهاز المخابرات. أنا باعتقادي كان الأجدر أن يسمى رئيسا لجهاز المخابرات ويوضع هذا الجهاز الكريم على الخط الصح، لأن هنالك الكثير من يحاول العبث بأمن العراق وهنالك من عبث بأمن العراق وهو موجود حاليا. والدليل أنه اليوم يصرح الرئيس وزراء إسرائيل هذا النتن يتحدث عن موضوع أنه أمره تعمل ضمن الموساد الإسرائيلي وهي عنصر مهم جدا واختطفت في الأرض العراقية. الغريب أنه من خارج العراق يتحدثون عن عناصر تابعة للموساد تتحرك ومتواجدة بالأرض العراقية ونحن نائمين على أذاننا. المفروض يعني جهاز المخابرات يقاضى ويحاسب، وأيضا الأجهزة الأمنية، هذه ما هي واجباتها بالأرض العراقية وأين كانت تتواجد، وهل هنالك بروتوكول تعاون بين العراق وتل أبيب لمنح فيز لشخصيات معينة أم أتت بطرق غير مشروع، وهل من حقنا إقامة دعوة قضائية على التصريح الذي خرج به رئيس وزراء تل أبيب وإنما يتحدث عن عناصر تابعة للموساد الإسرائيلي بالأرض العراقية. هذه الجزئيات يجب أن لا ندعها تذهب هباء وعلينا أن ندقق بها تماما. أما إذا ذهبنا باتجاه التغيير في جهاز الأمن الوطني، وأعتقد يعني ليس جهاز الأمن الوطني ولا جهاز المخابرات، كذلك شركة سومو، يعني هو الموضوع يبدو أنه محاصصة أو تدوير مناصب لغرض إرضاء بعض السياسيين. أنا أتحدث شخصيا للأخ الكريم العزيز السيد أبو علي البصري وأهنيه من خلال مركز الحرب، أعرف أن هذا الرجل رجل مهني وحريص وأيضا قادر على توظيف عناصر التوظيف الصح، وأنا أتأكد ستكون هنالك طفرات نوعية بعمل وأداء جهاز الأمن الوطني. لكن نتحدث بجزئية على أنه التغيير ما هي أسبابه وما هي مسبباته، وأيضا لماذا يدور الشخص الذي يعني ينحى عن منصبه إلى مكان آخر يعني بأشبه التجميل، أما هي مخالفة، إذا مخالفة فيجب أن يتعرض إلى المسائلة، تقصير بالعمل أيضا يجب أن يتعرض إلى التحقيق، فبالتالي وأيضا إذا كان لديه إنجاز وكفاءة عالية فأيضا يفترض أن يكون تدريجي. أما موضوع جداول التنقلات عادة تصدر في الدفاع والداخلية، فهو جدول يصدر سنويا بتموز وآب، في تموز وكانون، يسمى جدول تموز وجدول كانون، جدول الترقية وجدول التنقلات في عام واحد. فأعتقد يعني يجب أن تكون التنقلات خاضعة لضوابط، ومن يقوم بإجراء عملية أو تقديم مقترح لدولة الرئيس على نقل ضابط أو قائد
فيجب أن يضع المبررات والأسباب. طيب إذن رجعنا إلى موضوعة الإدارة، وهنا نتحدث عن الإدارة الأمنية أستاذ أوراس، هي لا تختص فقط في بغداد بل أمن المحافظات، ما دام أننا نتحدث عن جهد استخباري، جهد مخابراتي، هذه الأجهزة الأمنية التي تركز اليوم على جهد المعلومة، بالتالي نتحدث ليس فقط على بغداد بل على مستوى العراق في محافظاته، واليوم نتعرض للكثير من هذه الهجمات. نعم، المنظومة الإدارية يعني هي صاحبة القرار في تسنم الأشخاص الحقيقيين اللي يشوفوهم جيدين لقيادة هذا المكان، المكان المحدد. لكن احنا عندنا فرق يعني موجودة منتشرة على محافظات، وموجودة خصوصا في المحافظات المحررة ومناطق حزام بغداد، اكو يعني مشاكل واكو ضعف بالمنظومة الاستخبارية. احنا ما نحتاج الكم البشري ولا نحتاج الموارد البشرية بدون يعني تكنولوجيا، يعني اكو يعني فد مشاكل تصير يعني حتى في مناطق حزام بغداد، ترفع تقارير والتقارير تذوب داخل الوحدات اللي موجودة بهاي المناطق، يعني ما توصل إلى القيادات العليا داخل المنظومة الاستخبارية أو حتى إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة أو السكرتارية العسكرية للقائد العام للقوات المسلحة. هاي أيضا من ضمن الأماكن الإدارية اللي يجب أن تعالج. موضوع الشو الإعلامي وموضوع الطش اللي تستخدم من قبل بعض القادة أنه قريب من الجندي والجندي ابني ولازم نعالج ولازم ما أعرف شنو، ويوقعون على ضوابطهم وعلى تنقلاتهم وعلى أجايزهم، هذا مو حل للمنظومة الأمنية. العراق مخترق، أكو مخابرات دولية داخل العراق، أكو استخبارات دولية داخل العراق، وأكو سلاح غير عراقي دا يتحكم في بعض المفاصل اللي موجودة داخل العراق. احنا هاي اللي لازم نستأصلها، أكو آفات موجودة ومنتشرة ومتوسعة ودا تفرض قرارها حتى على المستوى القيادات الأمنية. احنا لازم نوقف ولازم ايضا نخلي نقاط معالجه. ممكن نقول انه السيد السوداني بدا في معالجه بعض المفاصل لكن ما عنده عصا موسى حتى يغير تغيير جذري. اكو ضغط حزبي، اكو ضغط سياسي، وهذا الملف يعني لازم نعترف به ونوقف عده، نخلي نقاط ونخلي الف خط جواها. التدخلات السياسيه خلت تبتعد عن فرض هيمنتها على المنظومه الامنيه، بالتالي انه بعض الاستهدافات اللي صارت البارحه يوم أمس وقبلها على الغربية طلعت بعض الأصوات وقالوا لك راح يرجع سيناريو 2014 وأكو في الصحراء ملاذات وتحركات غير يعني حقيقية. ماكو مواضيع يعني ماكو فد آلية للدفاع عن هاي المحافظات، عد ما راح تكون أكو هجمة، بالتالي عندنا نقاط عسكرية ثابتة، والنقاط العسكرية الثابتة هي راح تكون أسهل للشخص اللي جاي يفترس هاي النقاط اللي هم الدخلاء على العراق. وهذا السلاح لازم يستأصل، بس ما راح يستأصل إلا عد ما تكون أكو هوية حقيقية، هوية مواطنة. طيب، إنه لازم تتحمل مسؤوليتها يعني أبناء تلك المحافظات. اليوم أكو مشاكل في سنجار أمنية، أكو مشاكل في نينوى أمنية، أكو مشاكل في كركوك أمنية، وأكو مشاكل في حزام بغداد اللي هي اللي هو خواص الرخوة. يعتبر حائط الصد إذا كان الأمر لأمن بغداد. نعم، إذا كان الأمر الأمني هو أمر بين أمرين كما تفضلت حضرتك وتفضل السيد العميد المتقاعد عدنان الكناني، أستاذ حيدر كيف يمكن عد هذه التغييرات أنها قرارات حكومية خالصة وما تدخلت بها الفواعل السياسية إطلاقا؟ هل أن هذا الطرح يعني هو هذا واقع الأمر، أم أنها على أقل التقديرات جاءت بعد مشورة واستمزاج للآراء السياسية والأمنية؟ أنا أعتقد في هذه القضية ما من الممكن لحكومة السيد السوداني أن تذهب بقرارات مستقلة بعيدة عن القوى السياسية، باعتبار نوع النظام اللي يدار داخل العراق هو نظام نيابي، وبالتالي يجب أن يكون هنالك مشاركة وأيضا حوار وأيضا استشارة من قبل القوى السياسية الأخرى، باعتبار ولحت هذه اللحظة حكومة السيد السوداني كيف شكلت وكيف تم ترشيح هذه الأسماء لهذه المناصب، إذ ما كانت هذه المناصب مناصب أمنية أو غيرها. حتى إذا ما رجعنا أنه قائد الفرقة يجب أن يكون هنالك استشارة لمجلس النواب العراقي في تغيير قادة الفرق في هذا الموضوع، كيف لمؤسسات أمنية لربما تصل إلى درجة وزير. إذن أنا أعتقد هذه التغييرات لم تأتي بشكل مباشر من قبل حكومة السيد السوداني أو إرادة مطلقة من قبل السوداني، إن لم تكن هنالك حقيقة استشارة وهنالك تداول ما بين السيد السوداني وما بين القوى السياسية التي لربما
هي تكون تابعة أو هي من رشحت هذه الأسماء وهذه الشخصيات إلى هذه المناصب، وهذا ليس عيبا. أنا حقيقة أنا ما أشوف عيب بهذه القضية، باعتبار نحن حكومة نيابية، وبالتالي هذه شرط من شروط إدارة الدولة لهذا الأسلوب الحقيقة المتبع في العراق. إذن نحن نحتاج إلى مشورة، باعتبار إذ ما كان هذا التغيير حقيقة تغييرا خالصا من قبل السيد السوداني ولا ترتضيه القوى السياسية ولا مجلس النواب العراقي، سوف يسبب مشاكل سياسية، وبالتالي نحن في غنى أن تكون هنالك مشاكل أمنية نضيف إليها المشاكل السياسية. لكن عندما تكون هنالك الحجة وعندما يكون هنالك الدليل المقنع للقوى السياسية لربما من حكومة السيد السوداني، سوف تكون هنالك إرادة استجابة من قبل هذه القوى السياسية لهذا التغيير. إذن نحن هل نحتاج إلى التغيير؟ نعم نحن نحتاج إلى التغيير، باعتبار جميع حقيقة ما نتحدث عنه ويتحدثون الأخوة المختصين في الشأن الأمني تحديدا أن هنالك خروقات، أن هنالك ضعف واضح بالجهد الاستخباري، إذ ما كانت من قبل المخابرات قبل قليل الأستاذ العميد الكناني استشهد بالعنصر الأمني الذي تحدث عنه وزير الكيان الصهيوني أو رئيس وزراء الكيان الصهيوني. كيف يكون هنالك حق شخصيات أمنية تعمل داخل الأراضي العراقية؟ أين المؤسسات الأمنية من هذه القضية؟ إذن هنالك خرق أمني في هذه القضية. أيضا حتى التهديد بأنه إذا ما كان الإجراء الأمني الفلاني يحدث لربما سوف تحدث أو تعاد مرة أخرى سيناريو عام 2014، إذن هنالك اختراقا سياسيا. نحن نحتاج أن يكون هنالك عمل متوازي ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وكذلك القوى السياسية من أجل أن نخلق بيئة أمنية سياسية اقتصادية حقيقية تستطيع الحكومة العراقية من خلالها أن تقدم الخدمات للمواطن العراقي، أن تقدم أو ترعى أو تفرض الأمن الذي يحتاجه المواطن العراقي. العراق حقيقة على محور وعلى حقيقة صفيح أن هنالك مشاريع خدمية كبيرة. نحن نتحدث عن مشروع التنمية، وهذا المشروع حق طريق التنمية هذا يحتاج إلى مؤسسة أمنية قوية حقيقة على أرض الواقع، وإلا كيف نستطيع أن نحمي هذا الطريق ونحمي البضائع التي سوف تنطلق من خلاله؟ إذن نحن نحتاج إلى إدارة أمنية حقيقية في هذا الملف. هذا معيار مهم، وأيضا معيار لا يقل أهمية سيادة العميد أستاذ عدنان، يعني جميع الأسماء اللي تم إعادة موضوعها هي من داخل رحم المؤسسات الأمنية. هنا أسأل حضرتك، يعني هل قطعت هذه الخطوة الشك باليقين أمام من عزف على وتر الإقصاء؟ شوف عزيزي، إذا تحدثنا عن موضوع التغيير في الأمن الوطني، نعم السيد أبو علي البصري هو رحم المؤسسة الأمنية، كان يشغل مدير عام الاستخبارات مكافحة الإرهاب وأيضا رئيسا لخلية الصقور، وكانت إنجازاته مورة أكثر من رائعة، يعني وصلت درجة الكمال وتربعت على عرش الكمال والرقي في التعامل، وأيضا لديه قدرة، أنا شخصيا أتحدث لأنك كنت أعمل معه بالمباشرة، لديه قدرة استثنائية على توظيف طاقات منتسبينه وبالتالي وضعهم على الطريق الصح. لا أعتقد أنه الموضوع هو ليس بهكذا، لكن نتحدث يبدو أن هنالك خلل ضمن المكون الواحد، يعني هو التغيير في مؤسسات أمنية ضمن مكون معين، لكن التغيير المفاجئ ويعني لابد أن يكون له أسباب. يعني إحنا اليوم إذا نتخذ قرار سريع وبالتالي القرارات الانفعالية والقرارات السريعة ممكن أن تولد لدينا أخطاء وممكن أن تثير تساؤلات. أنا باعتقادي يعني أعتقد هذا التغيير هو عملية إرضاء، وسيكون هنالك اسم يطرح لرئاسة جهاز المخابرات، لأنه كثر اللغط حول أنه عدم وجود رئيس لجهاز المخابرات، ويبدو بعض الكتل السياسية تحاول تنسيب رجل لهذا، لأنه يعرفون تماما أهمية هذا الجهاز ومدى قدرته على قراءة الوضع، لأن هنالك كثير من الذين توغلوا لهرم السلطة سواء كان بالتشريعية أو بالتنفيذية، عليهم بعض المؤشرات على أنه لديهم ارتباطات مع دول معينة، وهذا ممكن أن تدخل في جانب التخابر، وممكن أن تستخدم كورقة للضغط السياسي أو ربما للتصفيق السياسي. هذا فيما إذا ذهبنا بسوء النية، ومن حقنا، لأنه بالعمل الأمني لا وجود لشيء اسمه صدفة أبدا، لابد أن يحسب لكل شيء حساب، فبالتالي أبسط حركة وأبسط تصرف لابد أن يدقق، وبالتالي كي تخرج بمخرجات ومعطيات حقيقية، وبالتالي لا تتعرض إلى مفاجآت قد تؤثر عليك. أعتقد يعني الموضوع
هو ما بيصفعني 100%، لكن الشخصيات التي تم تغييرها هي شخصيات غير جدلية، شخصيات محترمة ومهنية، وهذا ما يجعلنا في حالة اطمئنان. وجود السيد أبو علي البصري على جهاز الأمن الوطني هذا حالة اطمئنان تولد للمواطن العراقي، وخصوصا الذين عملوا معه عن قرب، لأنه يعرفون قدرته الاستثنائية في إدارة وإدارة دائرته التي يعمل بها. فأعتقد ستكون هنالك نعم صحيح. يعني نشاطات تختلف عما سابقاتها، ودائما يقال أنه الدماء الجديدة ممكن أن تولد عطاء أكبر، وممكن أن تولد حالات، لأنه تبدأ من حيث انتهى الذي قبلها، نعم فبالتالي ممكن أن يضيف حالات صحية ترفع من عمل وأداء جهاز الأمن الوطني الذي نعتقد أنه عليه واجبات كبيرة جدا، ورجال أبطال قدموا يعني كثير من نعم الأمور التي سندت وأسندت الدولة العراقية وأرفدت الأجهزة الأمنية البقية بمعلومات قيمة ولها تأثير كبير. أشكرك شكرا جزيلا سيد عدنان الكناني الخبير الأمني، حدثنا عبر سكايب، شكرا لانضمامك معنا، وشكر كثير لحضرتك الأستاذ حيدر العرب الموسوي ورئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية ضيفا كريما في الاستوديو، وتفضل البقاء معي الأستاذ أوراس آل حمد الباحث بالشأن السياسي. نتواصل وياكم مشاهدي أحبة بعد الفاصل، نتابع. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، وفي هذا الملف أجدد ترحابي بضيف الكريم الأستاذ أوراس آل حمد الباحث في الشأن السياسي، حياكم الله أستاذ أوراس. وكذلك ينضم معي عبر سكايب السيد أنور العلواني القيادي في تحالف الأنبار الموحد، حياكم الله ضيوفا كرام. أبدأ مع جنابك أستاذ أوراس، نتحدث اليوم عن هذه القضية المهمة، خلينا من تساؤل أنه شلون لما نتخيل محافظة عراقية يتم جلب أغلب مسؤوليها أمام القضاء بتهم فساد. نعم، تحية لك مرة أخرى وللضيف الكريم، حياك. يعني حقيقة اللي حصل في محافظة الأنبار هو استخدام المناصب من خلال الأعراف العشائرية، وأيضا يعني حالها حال الملف الأمني أنه أيضا التداخلات الحزبية والسياسية. لكن اليوم من نريد نتهم محافظة، لنقول أنه فقط مثل ما حصل البارحة أنه فقط الدعوة شالتها فقط الأنبار بالفساد، لا، أغلب المحافظات اللي موجودة، مو أغلب المحافظات، كل المحافظات حتى في إقليم كردستان موجود الفساد، وموجودة مافيات داخل مؤسسات الدولة ودا تعمل بأريحية بالفساد، بل أن الفساد جعلوه منظومة تتحدث ومنظومة تتطور ومنظومة ينضاف لها، واللي يطلع تقاعد يجيب مكانه، والفساد أصبح في المؤسسات والمناصب، المكان اللي مين باع يتأجر، هذا اللي دا يصير. يعني هاي الأماكن اللي دا تصير أماكن مربحة، بالتالي اللي حصل في الأنبار أكيد هو أكو فساد وأكو مشاكل، لكن هاي المشاكل انفضحت ووضحت أثناء ما أصبح الفراق السياسي والخصومة السياسية داخل بين أبناء المحافظة الواحدة. المحافظات الغربية ومحافظة الأنبار محافظة منكوبة سياسيا، ولا يوجد لديها تمثيل حقيقي يليق بأبناء تلك المحافظة، وحتى في المحافظات الممتدة إلى الأنبار بما فيها مناطق حزام بغداد، لأن اليوم هذا الشأن السياسي يقول لك سني، بالتالي أبناء تلك المحافظات وأبناء تلك المناطق يبحثون عن استقرار وضعهم سياسيا حتى تجيهم الخدمات وتجيهم المعونة من الدولة. أما الدخول في خوض موضوع ومصطلح الفساد ومكافحة الفساد، فأظن أنه هذا الموضوع الكل مشترك به. يعني احنا من اليوم من نحكي من الانبار لن ننسى نور زهير واموال الضرائب اللي راحت واللي اندثر وضعها واللي حتى تم استئصاله من ذهن المواطنين، يعني نسيناه. لكن اليوم اللي يحصل بالانبار هي مناكفات عشائريه
تحت غطاء سياسي، وهذا الغطاء السياسي هو اللي راح يجعل الانبار يعني الله لا يقولها انه راح نرجع لسيناريو 2014 عندما يختل توازن المجتمع مجتمعيا وسياسيا وامنيا واقتصاديا، راح نشوف انه اكو ثغرات، وهاي الثغرات راح يملوها ناس مترصدين انه يدخلون لعسكرة هاي المنطقة، وممكن انه راح يغيرون واقعها ويعرضوها الى مشاكل امنية. بالتالي دولة رئيس الوزراء هو ادرى وهو اللي متحمل مسؤولية بصفته صاحب القرار الاول وصاحب الصك صاحب الاموال والمتحكم بالسلاح. اما اليوم نستخدم يعني بعض الاصوات اللي موجودة بالانبار تدخل في تظاهرة وفتح منصات اخرى، فاظن الجراحة القديمة يحتاج لها بعد وقت للتضمين. تتحدث عن قضية التظاهرات أستاذ أوراس، ولكن قبلها يعني أكو اعترافات من مدير تقاعد الأنبار، والسؤال للأستاذ أنور العلواني، حياك الله مجددا أستاذ أنور. لما تكون اعترافات من مدير تقاعد الأنبار قادت لمدير هيئة النزاهة، اعترافات المدير الثاني، لمن راح تقودنا؟ هل سيصل الأمر للرؤوس الكبيرة والمدبرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدي العزيز والمشاهد أيام الضيف. حقيقة ما أجري في الأنبار أختلف مع السيد أوراس قليلا، وهو أخي وصديقي، عن المحافظات البقية. المحافظات نعم أتفق معه أن المحافظات جميعها فيها فساد، وتم تشخيص هذا الفساد في المحافظات سواء موصل أو صلاح الدين أو المناطق الجنوبية، ولكن في الأنبار هناك خصوصية بالفساد كونها تحكم من قبل سلطة معينة ومن حزب واحد. سيد العزيز، الاعترافات الأخيرة للمدير التقاعد في الأنبار أنا سياسين، وعلى من اعترف؟ اعترف على مدير نزاهة الأنبار. لكن تتخيل حجم الفساد المحمي، وأقول محمي، عندما تكون هناك سلطة حاكمة في الأنبار لابد أن تحمي تلك الدوائر وتلك المدراء، أغلبهم جاء عن طريق حزب معين. أنا لا ألقي اللوم على حزب معين، ولا أريد أن أدخل بمهاترات سياسية أو بخلاف سياسي، ولكن مكة أدرى بشعابها. نحن منذ سنتين نطالب الرئاسات ونطالب السيد رئيس الوزراء والحكومة المركزية أن تتدخل لوقف الفساد، وقد شخصنا وقلنا قبل سنة من الآن وخرجنا في أكثر من لقاء عن طريق تحالف الأنبار الموحد أن هناك فساد ينخر مؤسسات الدولة، وخصوصا في التقاعد وفي دائرة مؤسسة الشهداء والجرحى والصندوق الأكبر، وهو صندوق إعادة أعمار المناطق المحررة الذي تم كشفه وتم إنهاء تكليف مديره محمد العام. سيدي العزيز، الوضع في الأنبار مختلف عن باقي المحافظات بسبب واحد: السلطة الموجودة في الأنبار لا تقبل أن يكون هناك صوت معارض لها، وهذا وصوت معارض أقولها هنا، هذه حالة صحية موجودة في الدول النامية في أمريكا وفي أوروبا. يوجد حزبين، حزب حاكم وحزب يراقب عمل السلطة أو السلطة الحاكمة في تلك الدولة، وكذلك الحال في الأنبار. لماذا لا تكون هناك سلطة حاكمة وتكون هناك جهة تراقب عمل الدوائر وعمل المحافظ وبقية الدوائر؟ لك أن تتخيل هناك ملفات لم يتم حسمها، ولعل هذه الدورة البرلمانية الأضعف، وأنا عندما أقول الأضعف لأنها لم تحسم أهم الملفات، ومنها ملف المغيبين وملف النازحين وملف المعتقلين الذي فيه قانون معطل ومرحل من الدورة السابقة، ويعلم السيد ورحم كل المشاهدين، ولنا أكثر من لقاء تكلمنا أن لابد أن يقر قانون العفو العام الذي هم شريحة كثيرة من أبناء المحافظات المحررة وحتى المناطق الجنوبية. هناك مغيبين، نحن لا نطالب المغيبين أو المعتقلين الأبرياء، نطالب أن يطلق سراح المعتقلين من المناطق الجنوبية ومن تم أخذهم بجريرة الغير والدعاوى الكيدية. ما أريد أن أقوله أن الممثلين الذين مثلوا هذه المحافظات لم يلبوا طموح ورغبات الشارع الأنباري وشارع صلاح الدين والموصل وغيرها من المحافظات. أنا لا أبرر أن هناك سارق. طيب خلينا أنتقل أستاذ أوراس. أستاذ أوراس، يعني لما أتحدث عن هذه القضية، يعني بصراحة هنالك
من كان يحاول إغلاق الأنبار وعزلها عن محيطها بهذه الملفات اللي كشفت وراح تكشف من ملفات الفساد، هل نستطيع أن نقول أن القيود انكسرت مع فتح هذه الملفات، ملفات الفساد الضخمة؟ عيون أستاذ الموضوع واضح، يعني احنا خلينا نسمي الأمور بمسمياتها، خلينا نقول الحزب الحاكم والمسيطر على ملف الأنبار سياسياً وعمرانياً هو محمد الحلبوسي وحزب تقدم ونواب تقدم، بالتالي رئيس البرلمان محمد الحلبوسي هو يعتبر يعني صاحب أعلى قرار داخل السلطة التشريعية، صح هو نائب حالة حال النواب لكن هو يعتبر صاحب قرار لأن عن أكو توازن سياسي، وبالتالي هو اللي يفاوض مع الشركاء داخل البلد سياسياً وده يستحصل الحقوق، الحقوق ده تروح لأهله والناس بصورة صحيحة وإيجابية، هاي ما يعني ما تصير ولا تصير ولا حتى في عصر التكنولوجيا اللي راح يدخل فيه العراق. طيب ما راح تكون هاي المساحة يعني موجودة. وفق ما تفضل بي يعني نتحدث عن إيران الاتهام راح توصل لهذه الشخصية أم راح تعصب القضية برأس المحافظ اللي تشير مصادر أنه يحضر الاستقالة تقريبا؟ موضوع الاستقالة هو طرحه على إدارة الدولة والإطار التنسيقي أول ما دخله المجلس النواب بعد انسحاب التيار الصدري من عملية سياسية، لكن اليوم ما نقول أنه راح توصل النيران، لكن نقول هل من المعقول أنه اليوم اكتشفوا هاي الملفات؟ طيب ما محمد العاني رئيس صندوق أعمار المحافظة المحررة اللي تم إنهاء تكليفه هو كان وكيل وزير عندما كان السيد السوداني دولة رئيس الوزراء وزير صناعة، هو كان وكيل وزير وتم القبض عليه من داخل الوزارة يعني بذاك الوقت، نجي بعدها طلع وصار وزير تجارة، اليوم رئيس صندوق أعمار المحافظة المحررة، يعني هل من المعقول أنه الأنبار عقمت أنه تولد من رحمها شخصيات ورجالات يدخلون في المؤسسات التنفيذية ويستحصلون استحقاق حقوق أهلهم ويروح يودوها لهم؟ الموضوع غير، الموضوع اكو خلاف سياسي، هو طرح الاستاذ انه اكو حزب حاكم وحزب معارض، نعم لكن هذا ما يصير بالعراق، العفو بالعراق، العراق المعارضه ما تنجح به، احنا سلطه برلمان بالتالي نمشي براي الاغلبيه، الاغلبيه تحولت من اغلبيه شعبيه الى اغلبيه مكوناتيه، الاغلبيه المكوناتيه السنه ايش قد عندكم عدد مقاعد؟ أعلى أصوات ومقاعد لدى الكتلة السنية المسمى بفلان هو اللي يروح يدخل ويفاوض ويروح يرشح إلى رئاسة البرلمان ويستحصل على 4 أو 5 وزارات، بالتالي من راح يحصل على هالوزارات؟ هاي الوزارات راح تتحول من واجباتها لخدمة شعب إلى واجباتها لتلبية طموح الحزب الحاكم والحزب اللي هو أهل هذا الوزير أنه يسلم هذا المنصب. لذلك أقول أنه دولة رئيس الوزراء هو صاحب القرار في استئصال آفات الفساد، نعم لكن أكو ورقة تفاوض سياسية ما بين الشركاء اللي موجودين بالبلد، البيت السياسي السني والبيت السياسي الشيعي والبيت السياسي الكردي، الجانب السني شنو الحقوق اللي انطوها لدولة رئيس الوزراء انه يريدين يستحصلوها؟ هل مكافحة الفساد ام أكو أمور أخرى اللي ذكرها الأستاذ اللي هي المغيبين والمعتقلين والمهجرين وانهاء ملف النازحين؟ هاي الامور لازم نوقف عندها، انه انا بعد ما اهيئ البيئه الحقيقيه انه اعيد الناس واخليهم يعيشون بكرامه اروح استهدف، بالتالي من واجب السوداني وواجب الدوله وواجب القضاء ان تروح تتابع الاموال اللي دا تقر، اموال دا تروح الى المحافظات واخص لك اياها سنيا، اقول لك للمحافظات السنيه دا تروح تذوب في 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 رحم الاحزاب. هذا الصراع كلي ترى مو صراع مهنية انه انا دا اشوفك تبوق ولازم اعارضك، لا طيب. هذا صراع انه ما شاركتك اني ما اعطيتني حصتي من ان الغنائم والمكاسب اللي اخذتها انت طيب. بالتالي هي هاي العثرة اللي راح يدفعون ثمنها، وان شاء الله نقول ما تصير انه ابناء تلك المحافظات طيب. وما نريد نفتح نيران اخرى لان هاي المحافظة موقعها الجغرافي مطل على 3 دول، ونخاف ليصير تسلل ونخاف لا الدول الاخرى تدخل في سلاح، وبالتالي ايضا نرجع لمربع التهم الطائفيه اللي انتقل استاذ انور اللي عانينا منها بال 2014. السيد العلواني يتحدث ضيف الكريم الاستاذ اوراس عن كل هذه التفاصيل، ولكن لما نتحدث عن مؤشرات الفساد المعصوبه حاليا بالحزب الحاكم في الانبار، نتحدث عن الفتره المقبله مقبلين على انتخابات مجالس المحافظات، هل راح تقلل من حظوظ الحزب في الانتخابات تخطف بريق الفوز اللي حققه منذ أن لازم هذا البريق من 2018، ما نتحدث عن فقط 21؟
حقيقة سيد العزيز تم إرسال وفد من شيوخ عشائر الأنبار الكرماء إلى السيد رئيس مجلس الوزراء والتقى بهم وهم شيوخ معروفين للقاص والداني وعلى رأسهم الشيخ علي الحماد المحمدي، وتم وضع صورة وبعض النقاط التي تعاني منها الأنبار فيما يخص الفساد المستشري في هذه المحافظات وضرورة معالجتها بالطرق القانونية وبالطرق السلمية، ومنها مفوضية الانتخابات. وطالبنا من السيد رئيس الوزراء أن يتم تغيير مفوضية الانتخابات لتكون هناك تغيير حقيقي وتغيير جذري في الأنبار. كون المفوضية نعتقد نحن كمراقبين وكأبناء محافظة أنها مسيسة وأتى بها حزب متنفذ في المحافظة. الأمر الثاني سيدي العزيز، الدوائر التي تقع تحت فساد لا بد من محاسبة المقصرين ومن أتى بهم ومن يقف خلفهم بغض النظر عن الأسماء والأحزاب أيا كان. أما فيما يخص ما بدأتم به فيما يخص المظاهرات التي حصلت في الأنبار، نحن كأبناء محافظة كريمة وكأبناء محافظة مرت بتجربة سابقة نرفض أي مساس بأمن المحافظة سواء بخروج ضد شخصيات معينة أو ضد حزب معين. سيد العزيز وصلت المعلومة أن هناك بعض الشخصيات المقربين المتنفذ ومن السلطة التي تحكم الأنبار يريدون أن يخلقوا بلبلة أو أن يقفوا ضد الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها من قبل قيادة أبو علي البصري مشكورا وقيادة السيد السوداني الذي ربما يكون رئيس الوزراء الأول الذي يحظى بدعم شعبي قل نظيره في محافظة الأنبار. أهالي الأنبار يثمنون الخطوات التي قام بها السوداني ويطالبونه بالمزيد ويطالبونه تحديدا بالتصويت على قانون مهم وقانون إنساني يخدم الصالح العام ويخدم جميع الطوائف، وهو قانون العفو العام الذي هو في إدراج مجلس الوزراء وبالإمكان التصويت عليه وإرساله إلى البرلمان للتصويت عليه كون البرلمان المعني بقرار قانون العفو العام وتعديل القانون السابق. الأمر الثاني حقيقة ملف المغيبين لم يتم حسمه ولم يتم التطرق عليه بشكل واضح وبشكل جدي من قبل ممثلين في المحافظة. سيدي العزيز نحن لدينا خصومة سياسية أو عشائرية مع أحد بقدر ما لدينا خصومة حول المكتسبات والحقوق التي هي من حق المواطنين. تم التفاوض مع الوفد الكردي فيما يخص المادة 140 وتم التصويت على بعض الفقرات وتم مناقشة الموازنة العامة وتم تمريرها. طيب. وإلى الآن الورقة والاتفاق السياسي المزمع بين الكتل وورقة التفاوض التي كتبتها القوى السلمية إلى الآن لم يتم ترجمتها على الأرض الواقع، وهذا نعتقد هو ضعف من هذه الدورة البرلمانية وممثلي هذه المحافظات أيا كان. سيدي العزيز نحن لا نجمل صورة أحد بقدر ما نريد أن يكون هناك حلول واقعية وجذرية على أرض الواقع، ونحن كتحالف أنبار موحد تصدينا لهذا المشروع وكان في المشروع أن القضاء على كافة الفساد والتعامل مع أبناء الشعب العراقي معاملة واحدة وإعطاء كل ذي حق حقه. أشكرك شكرا جزيلا السيد أنور العلواني القيادي في تحالف الأنبار الموحد، حدثنا عبر سكايب، شكرا لهذه الإيضاحات وشكر كثير لحضرتك الأستاذ أوراس الحمد الباحث بشأن السياسي ضيفا كريما في الاستوديو على الملفين، والشكر موصول لكم مشاهدينا الأحبة على حسن المتابعة في أمان الله.